ذكر رئيس الجمهورية بالتعهدات التي قضى على نفسه بين الاستحقاقات الرئاسية الماضية، وهي حل مشكلتنا بصفة نهائية. اليوم نعود لنقول له بأن الأسبوع الماضي الذي كان من المفروض أن تحل فيه هذه المشكلة والتقى فيه وزير الدولة للتعليم الثانوي العالي والبحث العلمي مع وزير التعليم الأساسي وكذا وزير المالية لم تحل، وقام بحل مشكلة ما يعرف بالمتعاقدين وبقية مشكلتنا التي كانت هي الهدف الأساسي عالقا، ومشكلتنا المتمثلة أساسا في دفع المستحقات، أي مستحقات العطلتين 2010-2011-2011-2012، والتي تزيد مدتها الزمنية أو تزيد مدة المطالبة بها على ما يزيد على 3 سنين تقريبا. لقد أنهكتنا الإجراءات الإدارية وتعبتنا كثيرا السلم والطرق الإدارية التي اتخذناها، وكذا مداولات الوزراء والأمناء العامون والمدراء في هذا الملف. لم تبقى جهة إلا وطرقته، ولم يبقى مسؤول إلا واستلم منه نسخة، ما في ذلك أعضاء المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين. وينبغي أن تحل هذه المشكلة أساسا، ونحن سنبقى دائما ندافع عنها حتى آخر الممر، ونرجو أن تحل هذه المشكلة مع نهاية الأسبوع، مع بداية الأسبوع المقبل، وأن تسير الأمور في مسارها الطبيعي. إلى سيد الرئيس مرة ثانية والثالثة والرابعة، على حد قول نزار قباني، قد رفعنا الشكوى في الأسبوع الماضي وفي هذا قبل الماضي وفي هذا الأسبوع بالذات الذي يشك على النهاية يوم الخميس. اجتمع وزير الدولة مع صاحب المالية ووزير التعليم الأساسي، وفي الأخير أصدر حلا للمتعاقدين أو المعلمين المتعاقدين المعروفين بالكونتراكتين، بينما ترك معلمي الوكالة الذين كانوا هم الهدف المقصود والمبتغى والوجهة التي كان ينبغي عليه أن والمشكلة المطروحة التي كان ينبغي عليه أن يحلها، لم يحلها ولم يجد جديد فيها. لذا فإننا نعود من جديد لنذكر رئيس الجمهورية بالملف وبالتعهدات التي قضى على نفسه بين الاستحقاقات الرئاسية الماضية، ونذكر كذلك وزير الدولة للتعليم الثانوي العالي والبحث العلمي أننا سنظل دائما على أرض الواقع ندافع عن هذا الحق بكل غالي ونفيس، ونرجو أن نحل هذا المشكل العضال الذي طال عمره، أي منذ 3 سنين وإلى اليوم، ونحن في الإجراءات الإدارية والترتيبات تتعاطانا الوزارات والمدراء والأمناء العامون، وأصبحنا عبارة عن مسلسل لا ندري أول حلقاته متى بدأت ولا آخرها متى تنتهي. شكرا.